وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية رامي، ماذا يدور في الأروقة لديك وكيف هي ردود الفعل بين نواب الشعب حول برنامج عمل الحكومة الجديدة؟ تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل أروقة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث لا تزال مستمرة المناقشات الخاصة بالجلسة 42 العامة لمجلس النواب، والخاصة بمناقشة وطرح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة بيان الحكومة خلال الأيام والجلسات الماضية، الخاصة بحضور عدد كبير من الوزراء في حكومة دكتور مصطفى مدبولي الجديدة والثانية، وأيضا من خلال المناقشات الواسعة الخاصة برؤساء اللجان النوعية وأيضا رؤساء الكتل الحزبية والبرلمانية الهيئات البرلمانية للحديث حول أبرز التحديات وما جاء في هذا البرنامج الذي ارتكز على أربعة محاور. نتحدث عن حماية الأمن القومي، نتحدث عن بناء الإنسان المصري، بناء اقتصاد تنافسي، وأيضا العديد والعديد من النقاط الخاصة بالمحاور، أيضا الاستقرار السياسي والتماسك الوطني. هذه المحاور دارت حولها الكثير من النقاشات والتوصيات الخاصة بمجلس النواب على مدار اليوم، مستمرة حتى اللحظة الجلسة في طرح العديد من التوصيات والمحددات الخاصة من قبل النواب وممثلي الشعب هنا في الجلسة. ونتحدث عن أكثر من 50 توصية أو محدد، أو أيضا العديد من المقترحات المقدمة من مجلس النواب لتنفيذ هذا البيان، وأيضا تنفيذ سياسات الحكومة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الحكومة الجديدة. وكما تحدثت هناك أكثر من 50 توصية، 50 محدد لو تحدثنا عنها، هناك العديد من النقاط على رأس هذه التوصيات، وأيضا التحفظات التي خرجت من بعض النواب في الموافقة بشكل كبير على هذا البيان وعلى السياسات الخاصة بالحكومة الجديدة، لكن وضعوا عدد من النقاط، منها وضع مخطط زمني وإطار زمني لتنفيذ هذه أو هذا البيان أو هذه السياسات التي سوف تنتهجها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. الإطار الزمني جاء في مقدمة هذا الأمر، أيضا توضيح لمصادر التمويل الخاصة ببرامج هذه الحكومة. وإذا تحدثنا أيضا وضع ترتيب وأولويات المواطن المصري، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية على رأس أولويات هذه الحكومة. أيضا من النقاط الهامة التي أكد عليها الكثير من النواب هو وضع آليات للتنفيذ على أرض الواقع، وأيضا الاهتمام بأن يكون هناك واقع ملموس للمواطن المصري من هذا البرنامج، وأيضا التأكيد على وجود آليات رقابية لسرعة وأيضا لضرورة تنفيذ رامي البرنامج على أرض الواقع. العديد من المحددات. رامي، هل هناك من مقترحات تم اقترحوها من قبل نواب مجلس الشعب اليوم في جلسته المنعقدة حول برنامج عمل الحكومة الجديدة، تم اقتراحها على الحكومة من أجل تنفيذها في الفترة المقبلة؟ نعم، يمكن الجلسة بدأت بكلمة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، تلاها أيضا كلمة خاصة بالمستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، ثم أو من ثم تحدث العديد من النواب سواء رؤساء الهيئات البرلمانية والكتل الحزبية في العديد من التوصيات والمحددات التي تحدثت عنها، وهو ربما تكون أكثر من 50 توصية ومحدد لهذه الحكومة وضرورة أن تنفذ بالاتفاق مع الإطار الذي سوف يحدد لهذا البرنامج، وعلى رأسها وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا البرنامج. ثم يلي ذلك وضع خطط لأيضا التمويل لهذا البرنامج وتوضيح مصادر تمويل هذا البرنامج، أيضا الحديث بشكل كبير جدا حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضرورة أن يكون المواطن المصري أولا وعلى رأس هذه الأولويات. ثم يلي ذلك آليات التنفيذ وآليات الرقابة على رأس محددات التي طرحت من خلال مجلس النواب والأعضاء من خلال هذه المناقشات والتوصيات سواء من رؤساء الهيئات البرلمانية والكتل الحزبية، أكدوا على هذه النقاط بشكل كبير، هي على رأس
الخمسين توصية الخاصة بمجلس النواب في تنفيذ هذا البرنامج، رغم الموافقة بالأغلبية نعم. على منح الثقة لهذه الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الجديد، لكن لابد أن تكون هذه المحددات تؤخذ بعين الاعتبار. بالتأكيد، أشكرك شكرا جزيلا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.